خصوصا من الحلقه هذه خصيصا باش نجاوب على هذا السؤال. هذا بزاف الناس اي واحد كيجبر انستغرام ديالنا وكيدخل عندنا كيدار معنا اول سؤال كيطرح كيقول واش كنتو فارقين تينا وساره. السلام عليكم، واش لكم مبروكه والله يدخل عليكم ان شاء الله يا ربي بصحه وسلامه وكل ما كنتمنوا يا ربي، ويكون ان شاء الله هذا العيد هذا هو يعني هو الحد هذا الشيء كامل اللي وقع هذا الوباء، وان شاء الله يا ربي تبدل الحال من هنا القدام ونرجعوا كما كنا نتلاقاو مع الناس اللي كنبغيو ونخرجوا ونشوفوا حبابنا وكل شيء يرجع كما كان ان شاء الله يا رب. وكنبغي نشكر قناه لاله العروسه حيت عاودتي معتنا بكم حيت كتعطينا فرصه باش نعاودوا نتلاقاو بكم. طبعا يعني بصراحه الفرصه هذه اللي كتجينا اننا نعاودوا نتلاقاوكم ونعاودوا نشوفوكم حيت بزاف الناس باقيين كيتلاقسيو على الانستغرام ديالنا على فيسبوك. صراحه هذه الحلقه هذه خصيصا كانت غير باش نجاوب على واحد السؤال اللي دار بزاف مؤخرا. اي واحد كيجبر انستغرام ديالنا وكيدخل عندنا كيدار معنا اول سؤال كيطرح كيقول واش كنتو فارقين تينا وساره، يعني هادشي هذا علاش ما كنتوش كديروا؟ لا هادشي هذا ما كاين منه والو، انا وساره الحمد لله باقي مع بعضنا هاد المده هادي كامله ما تعرفناش غير حيت كيف نقول يعني اليوتيوب ولا انستغرام هادي مسؤوليه، يعني خصك ملي تنزل فيديو الاول خصك دوز يومين عاود تنزل فيديو الثاني، الناس كيبقاو يتسناو الناس كيبقاو يتبعوك، ما تقدرش تخلي الناس كتسنى على والو. دونك في الاول ما خديناش قرار باش نبداو حنايا في اليوتيوب والانستغرام، اولا ربما ظروف العمل ما كانتش كتسمح باش اننا نكونوا في هادشي هذا، حيت داكشي كيدي طبعا الوقت وكيدي بزاف يعني كيدي بزاف يعني هو ثقال على الانسان كيكون. وانو احنا رجعنا عملنا قناه طبعا وفيها بزاف فيديوهات دابا تقدروا تشوفوهم، الرابط ديالها كاين في الديسكريبسيون ديال الفيديو هذا. ان شاء الله يا ربي غادي يكون الرجعه ديالنا غادي تكون بحله جديده ان شاء الله، غادي نعاودوا نجمعوا لكم وكنتمنوا تتابعونا وكنتمنوا تلتحقوا داغيا دابا تلتحقوا بالقناه ديالنا ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم عندنا وباش يوصلكم كل شيء ديالنا ان شاء الله. توحشناكم بزاف حتى حنايا، وحتى حنا توحشنا اننا نتقاسموا كيف ما كنقولوا اللحظات ديالنا مع الناس اللي كيبغونا. شكرا بزاف على الرسائل ديالكم، شكرا بزاف على اي واحد كيطلب منا خصنا نشوفوكم خصنا نتلاقاو خصنا هادي، شكرا بزاف على هادشي كامل. اللي غنوصيكم تسناونا وما تمشيو فاين، انا كيف ما كنقول لكم اوا خليونا انستغرام ديالي مرحبا بكم عندنا، هجموا علينا الرسائل ديالكم كلشي كنجاوبوا كلشي. وكنعاود حتى انا بالضبط ديالي نقول لكم عواشر مبروكه وربي يدخل عليكم الصحه لينا باش ما تمنيتو ويا ربي يرفع علينا هذا الوباء هذا. السلام عليكم، نتلاقاو في القناه ديالنا ان شاء الله.